بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأهلي. النهاردة معانا كلام مهم جدا، استعدادات الأهلي وأيضا الكلاسيكو والسوبر الإيطالي وأيضا آخر الجولة الإنجليزية في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولكن أبدأ مع حضراتكم بآخر استعدادات النادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة وصل للإسكندرية بعد ما خاض مراد قوي النهارده في ملعب مختار تتش بي الجزيره استعدادا للقاء المصري في نهائي كاس مصر ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 8 مساء، هيبقى فاينل الكاس. الكاس بالنسبه للنادي الاهلي في هذا الموسم مهمه جدا. اول حاجه انه النادي الاهلي بقاله اكثر من 10 سنوات او في حوالي 10 سنوات من 2007 لحد الان لم يفز بكاس مصر لاسباب عديده، اسباب كانت فيها اسباب سياسيه، اسباب كان النادي الاهلي ابتعد عن المشاركه، واسباب اخرى ان النادي الاهلي لم يكن موفقا في نهائي البطوله. ولكن هذا الموسم الصراحه مع الكابتن حسام البدري بياخد المواضيع كلها بخطوات متزنه، خطوات متزنه، خطوات تصل الى الهدف، مراحل، كل مشوار له مرحلته. النادي الاهلي انهى الدوري الممتاز قبليه باربع اسابيع وكانت مرحله مهمه جدا، ودي البطوله الاهم والبطوله الاقوى. ولكن في كاس مصر النادي الاهلي خد الموضوع خطوه، وكان النهارده في مران مهم جدا قبل المرحله الاخيره في نهائي الكاس. واحنا معنا على الهاتف الناقد الرياضي بصحيفه الوطن الاستاذ احمد خالد. مساء الخير يا فندم. عايزين نعرف منك اخر يعني رايك في اخر استعدادات النادي الاهلي في تمرين اليوم للقاء المصري، طبعا مباراه مهمه في كاس مصر والفاينل. التمرين ابتدى النهارده يا كابتن بدر ساعه عشان الفريق يلحق ماتش الكلاسيكو. بدا 30 دقيقه فقرات بدنيه خصصها لتونس هانتش علالي لزياده احمال الفريق ويستعد للمباراه المرتقبه. بعد كده كان في تقسيمه قويه بين الفريقين، كان فيها منافسه شديده جدا بين اللعيبه، كل لعيب طبعا نفسه يشارك في ماتش زي ده، نفسه يشارك في تحقيق كاس مصر بعد 10 سنوات. شفنا تألق كبير جدا من احمد حمودي ووليد سليمان ورامي ربيع ومحمد نجيب، برده كانوا حاله جيده جدا خصوصا ان هم الاثنين بس الموجودين في مركز المساك. برضه التقسيمة شهدت إصابة خفيفة كده لحمودي ومؤمن، ولكن هم كملوا بشكل كويس يعني. طيب كان في محاضرة من كابتن حسام البدري قبل التقسيمة أو بعدها؟ شفنا محاضرة يعني بتبقى قبل التمرين كده، بيبتدي يشرح أهمية المباراة للعيبة، بيبتدي يقرأ الفاتحة. شفنا النهاردة قرأ الفاتحة، طبعا عندهم ماتش مهم جدا، بيبقى فيه تعليمات خاصة وخصوصا في المباريات زي دي. يمكن سعد ونبت برضه النهارده وصلوا التأهيل وتأكد غايب عن الماتش، سعد عنده أمامية ونبت لسه معاني برضه من الخلفية. والقايمة الجديد فيها إن أحمد فتحي شارك، وشفنا ميدو جابر برضه دخل القايمة، وخرج حسين السيد وعمرو بكر. طيب استاذ احمد، بما ان انت كنت قريب من تمرينة اليوم، هل كان في ملامح كبيرة للتشكيل اليوم من خلال التقسيمة النهارده حسيتها؟ طبعا كانت التقسيمه النهارده كابتن حسام دايما بيبتدي يعني بيلعب الخط الهجومي اللي لو عايز يعتمد عليه قدامه في التقسيمه الثانيه بيبقى الدفاع. يعني النهارده ممكن نشوف التشكيله المتوقعه هتبقى نفس تشكيله الماتش اللي فات، هيخرج باسم يحطه على الدكه ويرجع احمد فتحي بعد العوده من الايقاف. نعم. طيب هل كان في تدريب على الضربات الثابته ولا كان ما كانش في ضربات ثابته في التدريب؟ والله هو ما كانش في النهارده ضربات ثابته، يمكن كابتن حسام اليومين اللي فاتوا اعتمد عليه اكتر. كان في جمله طبعا مش عايزين نقولها يعني عشان ده ماتش مهم، بس كان في ضربات الجزاء، شفنا كل اللعيبه تقريبا سجلت ستة او خمس لعيبه منهم عماد متعب وجاي، بس بيبتدي ويشوطوا تاني ويسجلوا من تاني مره. ناقدنا الرياضي الاستاذ احمد خالد، بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، اوضح فيها كيفيه استعدادات النادي الاهلي للقاء. هنا في موضوع مهم جدا وده اللي بيفرق ليفل او مستوى المدير الفني، ازاي تعيش اللعيب بتاعك سيناريو اللقاء. فاللي قاله الاستاذ احمد خالد النهارده قال لك ان التقسيمه كان فيها التشكيله الهجوميه وتشكيله ثانيه بتدافع، وهنا في علم التدريب يقول لك ازاي هوي اتاك وهوي ديفنس، ودي من اهم نقط الاسبوع. يعني ايه نقط الاسبوع؟ انا عندي جدولي
مثلا 4 أيام 3 أيام من ما بين مباراة لمباراة، فلازم كل مباراة لها ظروفها وكل فرقة لها طرقها. فنادي الأهلي له طريقة في الهجوم وكابتن حسام البدري مستمر عليها منذ بداية الموسم حتى الآن، هو بيضرب الديفنس اللي قدامه بتقدم الباكات وفي نفس الوقت الشغل اللي بنشوفه سواء من الثلاثي الأمامي أجاييه وهيكون جنب وليد سليمان أو هيكون حمودي أو هيكون في مؤمن زكريا والقادمون من الخلف بقى سواء عبد الله أو صالح جمعة. هنا لما أفضل أحفظ لعبتي طريقة الهجوم وأقعد مسيطر عليها طوال أيام الأسبوع، هنا بتفرق كتير جدا إن اللعيب بيبقى حافظ السيناريو اللي هينزل عليه، فبيكون الأداء زي ما حضراتكم شايفين طوال الموسم، وهو ده أهم نقاط الكابتن حسام البدري هذا الموسم، وعشان كده هو المدرب الأفضل، عشان كده حسم لك الدوري، عشان كده بفضل الله سبحانه وتعالى كسب كل منافسيه في الدوري الممتاز وأبرزهم الزمالك في ذهابا وإيابا، وده موضوع مهم جدا، ودي كانت آخر استعدادات النادي الأهلي اللي وصل إلى الإسكندرية عشان يبتدي معسكره، وإن شاء الله يبقى بكرة في تمرينة قبل المباراة اللي هتقام يوم 8 في يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله. ننقل على اتحاد الكرة، واتحاد الكرة بيعلن اليوم حكم نهائي الكاس. كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على لجنة الحكام في الواحدة من ظهر يوم الاثنين هيعلن أسماء طاقم التحكيم الأجنبي اللي هيدير المباراة النهائية لبطولة كأس مصر إقامتها ما بين فريقي المصري والأهلي في 8 من مساء بعد الغد الثلاثاء بملعب برج العرب بالإسكندرية. كان العميد ثروت سويلة مدير التنفيذي للاتحاد قد كشف على اعتذار طاقم تحكيم انجليزي لاداره اللقاء مشيرا ان هناك مفاوضات مع اتحادات المانيا وسويسرا وايطاليا واسبانيا وسلوفينيا من اجل استقطاب طاقم تحكيم لاداره المباراه، يعني نتمنى ان الموضوع دوت يتحل بسرعه لان كان من مهم وصراحه حاجه تضاف لاتحاد الكره ان سرعه تلبيه طلب ان النادي الاهلي طلب حكام اجانب والنادي المصري ايضا طلب حكام اجانب، وده من اجل ان مش هنقول ضعف من الحكام المصريين ولكن الافضل ان يكون حكم اجنبي في هذه المواجهه مهمه ومصريه في نهائي كاس مصر. اتمنى ان هم يبقى في سرعه في استقدام الحكام. نروح لمنتخب مصر المحليين اللي تعادل النهارده مع المغرب 1-1. بصراحه كابتن حماده صدقي يعني تولى المهمه في وقت قصير، حاول يعمل توليفه من اللاعبين، اللعيبه ما اتمرنتش معاه بشكل كبير جدا عشان يبقى في حاله من التجانس، وده اللي شفناه في لقاء اليوم في المباراه اللي اقيمت على ملعب او استاد الاسكندريه، وتعادل المنتخب المصري امام المنتخب المغربي للمحليين 1-1. الهدف الاول كان أحرزه أحمد الشيخ من ركلة جزاء، فيما تعادل بدر بنون للمنتخب المغربي. كابتن حمادة صدقي المدير الفني للمنتخب قال إن الإجهاد اللي تعرض له بعض اللاعبين وراء التعادل الإيجابي بالإضافة إلى عدم الإعداد الجيد للاعبين الذين حصلوا على فترات راحة طويلة بعد انتهاء مسابقة الدوري، مشيرا إن مباراة الإياب يوم 18 بالرباط هتكون صعبة للغاية ولكن هو هيبذل أقصى جهد يعني ممكن إنه يعمله للتأهل لكأس الأمم الإفريقية. في المقابل الكابتن جمال السلام المدير الفني منتخب المغرب قال إن فريقه كان الأفضل وكان يستحق الفوز، مؤكدا إن لقاء العودة هيكون صعب على الفريقين سواء المنتخب المصري أو المغربي، وكرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج بس. نتمنى طبعا منتخب مصر المحليين، عايزين بس نقول لمشاهدينا إيه الهدف منه. أنا بعمل منتخب للمحليين عشان يبقى المنتخب بي أو المنتخب اللي أقدر أستدعي فيه أو أدعم بيه المنتخب الأول في أي وقت ممكن، لأن المنتخب الأول بيبقى قوامه أغلبه من المحترفين وبعض من اللعيبة المحليين وبقى أغلبهم بيبقى في الأهلي والزمالك. في لعيبه تانية في انديه حتى الاهلي والزمالك وايضا باقي انديه الدوري الممتاز ما بقاش عندهم خبره دوليه، وهنا دي بتفرق ان حتى لما بيكون هو مستواه كويس جدا في الدوري الممتاز وبيتم استخدامه لمنتخب مصر بيقعد على الدكه لانه ما عندوش الخبرات الدوليه. هنا بقى منتخب المحليين او المنتخب بي هو اللي بيديله الخبرات الدوليه وبتبتدي يلعب ماتشات دوليه على مستوى كبير جدا، فبيبقى خلاص بيكتسب الخبرات، فلما يكون هيكتور كوبر محتاج ليه بيتم استخدامه والدفع بيه ما عندوش اي مشاكل والراجل خد على الاجواء الدوليه.
مكملين مع اخبار اتحاد الكره، واليوم قرعه الدوري الممتاز في موسم لا ينتهي وموسم طويل جدا جدا. دخلنا في اكثر من 335 يوم في موسم لا ينتهي. الدوري الممتاز قعد بشكل يعني فوق الطويل، ولما انتهى دخلنا في بطوله كاس مصر، وحتى الان يوم الثلاثاء ان شاء الله هتنتهي بطوله كاس مصر. موسم طويل جدا، كان صعب جدا 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 على كل الفرق، وابرزهم النادي الاهلي. النادي الاهلي من اكثر الانديه تضررا من طول الموسم، وزي ما قلت لحضراتكم ده اصعب موسم في تاريخ انيس الشعلال المدير، طبعا المدير التاهيل او مدير الاخصائي الاحمال في النادي الاهلي، لان اصعب حاجه في الدنيا انك تعمل احمال بدون جدول ثابت. دي اصعب حاجه على اي مدير فني. لو جبنا جراديولا، لو جبنا مورينيو، لو جبنا زين الدين زيدان وحطيناه في موسم لا ينتهي زي اللي بيحصل في مصر، هتبقى المشاكل وهتبقى العواقب كبيره، وهيبقى برضو بالنسبه له الموضوع اكثر من صعب. الاتحاد المصري اليوم في الثانيه 10 ظهر اليوم الاثنين هيجري قرعه الدوري الممتاز 2017-2018 بقاعه المؤتمرات مقر الاتحاد بالجزيره. والاتحاد المصري لكره القدم وجه الدعوه لجميع الانديه المشاركه في المسابقه لحضور مندوبيها لمراسم القرعه بموجب خطاب التفويض، مع استماره البيانات لتحديد كل نادي لملعبه والالوان الرسميه والاحتياطيه اللي هيلعب بيها في الموسم. يا رب يا رب هذا الموسم يكون اكثر انضباطا من حيث المواعيد، لان ده بيصب في مصلحه الدوري الممتاز من حيث المنافسه، بيصب في مصلحه المنتخب المصري، بيصب في مصلحه كل المنظومه. لما يكون عندك المواعيد ثابته هتلاقي كل الدنيا ماشيه في المسار الصحيح. مش تلاقي حد بقى بيشتكي لك من اجهاد، مش تلاقي حد بيشتكي لك ان الدوري لا ينتهي وان عنده اصابات وان عنده تلاحم وان كل المشاكل دي. احنا في غنى عنها، خاصه ان الكره المصريه في مرحله مهمه، وان شاء الله التاهل لكاس العالم بعد لقائي اوغندا نكون خدنا شوط كبير جدا في التاهل لكاس العالم باذن الله. نروح من مصر نروح لإسبانيا، نروح لمدينة برشلونة وكلاسيكو الأرض، الكلاسيكو الكبير بين فريقي برشلونة وريال مدريد، لأن برشلونة كان صاحب الأرض. الصراحة هذا اللقاء هو الأكثر مشاهدة في العالم، هو الأكثر حضورا لكل النجوم في العالم. يعني لما يكون عندك فرقتين كفاية إن فرقة فيها ميسي وفرقة فيها كريستيانو رونالدو، غير بقية اللعيبة. هنا عندك بنزيما، وهنا عندك سواريز، هنا عندك كاسيميرو، هنا عندك بوسكيتس، هنا عندك انيستا، هنا عندك مودريتش وكوفازيتش، عندك نجوم كبار. صراحة في هذا الكلاسيكو الجميل، في هذا الكلاسيكو الرهيب، رقم 13 في السوبر الأسباني اللي فاز بريال مدريد بثلاث أهداف مقابل هدف. صراحة زين الدين زيدان مرة أو مباراة بعد مباراة بيثبت ليه هو المدرب الافضل في العالم. عمل توليفه لريال مدريد جديده، توليفه واقعيه بتلعب كوره وبتعرف تدافع في الوقت اللي هو محتاج يدافع فيه، بيعرف يدافع، بيقدم كوره جميله في الوقت اللي هو عايز يلعب كوره. الهدف الاولاني كان احرزه بيكيه في مرماه، ده زي ما شايفين قدام حضراتكم كوره عرضيه عملها مارسيلو وخبطت في بيكيه واحرز الهدف الاول في مرماه، وثم برشلونه يتعادل عن طريق ليونيل ميسي من ضربه جزاء كان حصل عليها سواريز، ثم يضيف سي ار 7 كريستيانو رونالدو عقب دخوله كبديل في الدقيقه 57. وحتى الانديه يعني هنا بيعملوا تبديل، كان بيعمل برضه برشلونه تبديل بخروج ديليفو ودخول دين سواريز في نفس الوقت. حتى المديرين الفنيين ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونه كان بيعمل التبديل في نفس توقيت الريال، ثم يضيف ماركو اسانسيو القاتله الهدف القاتل في الدقيقه 89 عشان ينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثيه على برشلونه. صراحه برشلونه مع مدير فني جديد في عدم وجود نيمار هو كان اكثر سيطره على اللقاء، كان الاكثر وصولا الى المرمى، كان الاكثر وصولا الى مرمى فريق ريال مدريد، ولكن كان بيغيب عنه حاجتين: التوفيق في انهاء الهجمه، وفي نفس الوقت الترابط في الطرق الدفاعيه. هنا الهدف الثاني لكريستيانو رونالدو، وبيثبت لك ليه كريستيانو رونالدو. شوف وقف على الكوره واحد ضد واحد هو وبيكيه، والمشهد ده تكرر كثيرا 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 ما بين كريستيانو وبيكيه، وبنفس الترقيصه بياخده على الثابته، وهنا بقى الفينش
بتاع كريستيانو رونالدو. لماذا كريستيانو رونالدو فعال؟ لماذا هو الافضل في العالم؟ عشان بعد الترقيصة هو بيعمل ايه؟ هو مش بس بيعدي وبيتخطى المدافع، لا هو بيحطها في الثمانيات، في ابعد، في البلايند سايد للحارس، في اصعب مكان يستطيع اي حارس الوصول اليه، وده حارس منتخب المانيا تيرشتيجن دوت، مش اي حارس. ولكن كريستيانو رونالدو ياخد انذار. بصوا الهجمه المرتده، بصوا بعد ما خد ريال مدريد الكوره واحده، ادي كريستيانو ريحها بصدره وبعدين خد المكان، جري في المساحه، خد الكوره من ايسكو، وقف على كورته، عدى من بيكيه، فتح المساحه وزاويه التسديد وهاتها من جوه. شوفوا الكوره رايحه فين في الاعاده، ولا تيرشتيجن ولا 7 ولا 10 من تيرشتيجن يقدر يعمل حاجه لهذه الكوره. صراحه كريستيانو كان قاعد لانه غير جاهز بدنيا انه يؤدي لك 90 دقيقه كامله، ودي من الحاجات اللي تحسب، ان ريال مدريد يستطيع ان يلعب بدون كريستيانو رونالدو. وعشان كده قلت لحضراتكم زين الدين زيدان، وهنا المدرب اللي بيفرق مع فرقته. ادي الراجل طبعا خد انذار بعد ما قلع التيشيرت، وادي الهدف الثالث من نفس الكوره بياخدها لأسونسيو. صراحه اللي حط قدم يسرى قنبله، يعني ثقه في هذا اللاعب الشاب اللي كان اعير الى فريق اسبانيول، ثم عاد مره اخرى مع زيدان، ولما جه مع زيدان تحول ماركوس أسانسيو الى لعيب من طراز ثاني. هو مع منتخب اسبانيا للشباب برضو بيحصل البطولات، حصل على بطوله اوروبا للشباب، وهو مع زين الدين زيدان اللي عمل توليفه اخرى من الشباب، بوجود اسكو، بوجود اللاعب لوكاس فاسكيز اللي عمل التمريره، بوجود اللاعب ماركوس أسانسيو وزيدان افكت. هو ده الدور الفعال لزين الدين زيدان، انه يغير ويطور فرقه زي ريال مدريد، من فرقه كانت معرفه بنيتيز بتعاني من اجل انها تحصد اي فوز، الى فرقه يكسب بيها الشامبيونز ليج ودوري ابطال اوروبا، ثم يعود يفوز بالليجا ودوري ابطال اوروبا، ويهاجم فريق برشلونه على ارض وادي فلورنتينو بيريز، والفرحه بتاعته. ولسه هنشوف الطرد بتاع كريستيانو رونالدو بعد ما تحايل، ادي الكره اللي خدها لنفسه وتحايل على الحكم، الحكم حسبها سيميليشن او تحايل، فاخد الانذار الثاني والطرد، وهيغيب عن اللقاء الاخر يوم الاربعاء، لقاء الاياب في ملعب سانتياغو برنابيو، ملعب الريال مدريد. الصراحه ريال مدريد مع زيدان غير، ريال مدريد مع زيدان مختلف، برشلونه مع ارنستو فالفيردي طبعا الراجل له اعذار كتير، ابرزها عدم وجود نيمار، وده بيفرق مع اي فريق. لاعب دوليفو، راجل من مدرسه لاماسيا في برشلونه، وذهب الى ايفرتون، ومن ايفرتون الى الميلان، وعاد مره ثانيه الى برشلونه، ولكن مش اي حد يبقى نيمار. عشان كده برشلونه تعاقد مع النجم باولينيو، اللاعب منتخب البرازيل والقادم من جوانجو الصيني، واقترب بشده من الفوز بخدمات كوتينيو عشان يعوض مكان واحد من المواهب، من افضل المواهب في العالم، وهو نيمار. ولكن في هذا اللقاء الصراحه ميسي حاول كثيرا واضاع كثيرا، سواريز عمل هو وميسي حاله في وسط الملعب، اللاعب اليكس فيدال قدم، الباك اليمين لبرشلونه قدم مباراه جيده، طبعا كورتي البا قدم مباراه جيده، بوسكيتس وانيستا وراكيتيتش كان في شغل كبير في وسط الملعب. ولكن واقعيه زيدان والتوفيق، الكره بتاعت مارسيلو في الهدف الاول اللي في الدقيقه 50، وهدف بيحرزه بيكيه في مرماه، قلبت الموازين الى حد كبير. برشلونه عاد بضربه الجزاء اللي احرزها ميسي في الدقيقه 77، ولكن الريال وواقعيه زين الدين زيدان اللي غير اللاعب كريستيانو رونالدو ايضا، ونزل اللاعب لوكاس فاسكيز. الناحيه الثانيه طبعا طلع بنزيما، وبنزيما برده عمل ماتش كبير جدا، وكان في فرص لا تضيع، يعني في فرص من بوسكيتس لا تضيع، في فرصه من اللاعب كارباخال لا تضيع لما طلعها تيرشتيجن من على خط المرمى، كان بنزيما عدى من اللاعب بيكيه. في المجمل كلاسيكو الارض، اللقاء الافضل في العام. ولكن برضه في ملحوظه ثانيه، ان ريال مدريد لبس قميص لونه غريب شويه على مشاهدينا. طبعا الريال دائما بيلبس القميص الابيض، ولكن في بعض الاوقات في المباريات اللي زي السوبر الفرق الكبيره بتبقى عايزه تروج لمنتجاتها، واحد منتجاتها هو القميص، فهو عايز يعمل مبيعات زياده، فبيلعب لقاء زي لقاء الكلاسيكو بالزي الاحتياطي يمكن الثالث، فعشان يروج الى مبيعات هذا القميص. وده من الحاجات الغريبه اللي كانت موجوده في هذا اللقاء. في النهايه احنا استمتعنا الصراحه، اضافه كبيره ان قناه مصريه وشركه برزنتيشن تحصل على حقوق هذا اللقاء،
ونتفرج بالطابع المصري وباللون المصري على أفضل لقاء في العالم، حاجة ممتعة. وإن شاء الله طبعا يوم الأربع في مرات الإيابة هيبقى الأمور والحسابات أخرى، وأوعوا تفتكروا أن كده الدنيا انتهت. وارد جدا أن ميسي ورفاقه بيستفيقوا في لقاء سانتياغو برنابيو ويجيبوا هدفين مقابل لشيء، وتبقى الأمور مختلفة تماما ويبقى كلاسيكو غير كالعادة. عايزين برضو نقول بعض الأرقام للكلاسيكو، أن ميسي كده وصل ل 25 هدف وكريستيانو رونالدو وصل ل 17 هدف. يعني حينما يسجل ميسي كريستيانو رونالدو لا يقف، و17 هدف، وما بينهم لذالت المنافسة التي لا تنتهي طول ما هما الاثنين موجودين. منافسة لا تنتهي وهما اللي محليين الدوري الأسباني حتى الآن علينا وعلى كل المشاهدين. من السوبر الأسباني هروح للسوبر الإيطالي، ولاتسيو يفاجئ الكل ويفوز على اليوفي في مباراة مجنونة. مباراة مجنونة لأن كل الأهداف والحسم جت بعد الدقيقة 90، يعني بعد الدقيقة 90 اشتعلت الدنيا ولم تقف. الأول ابتدى فريق لاتسيو طبعا اللقاء اللي أقيم على ملعب الأولمبيكو في روما الموسم الماضي. لاتسيو اليوفي خسر برضو السوبر أمام الميلان، ولكن كان اللقاء أقيم في الدوحة. هذا الموسم أقيم السوبر الإيطالي في إيطاليا. تقدم فريق لاتسيو عن طريق اللاعب إيموبيلي في الدقيقة 32 من ضربة جزاء ودقيقة 54، وبعد كده باولي ديبالا النجم الأرجنتيني الموهبة الشابة اللي داخل فيها برشلونة عشان يحصل على خدماتها أحرز هدفين في الدقيقة 85 وفي الدقيقة 91. وبعد كده لاتسيو سجل هدف القاتل في الدقيقة 93 عن طريق البديل أليساندرو مورجيا، عشان المدير الفني سيموني إنزاجي يضيف بطولة مهمة جدا في تاريخ فريق لاتسيو. لاتسيو من الفرق اللي خدت كاس السوبر الإيطالي أربع مرات عام 98 و2000، كان ساعتها فرقة لاتسيو من أقوى الفرق في مش بس في إيطاليا، في أوروبا كان معاهم النجم فيرون وأليساندرو نيستا ونجوم كبار، وحتى سيموني إنزاجي كان لاعب في هذا الفريق ومعاه زانيتي. كانت فرقة كانت قوية جدا جدا جدا، عفوا كان اللاعب ميدفيد كان بيلعب في فريق لاتسيو في هذا التوقيت، وأيضا خد 2009 و2017 دي رابع البطولات. كان فريق اليوفي كان فاز الأكثر فوزا هو الميلان، كل واحد فيهم خد سبع مرات السوبر الإيطالي. ومن السوبر الإيطالي نروح للبريمير ليج اللي بقى ليه طابع مصري، بقى فيه نجوم مصريين كتير، ودي حاجه صراحه بتدعوك الى الفخر، انك تلاقي النني مع الارسنال، انك تلاقي محمد صلاح مع ليفربول، انك تلاقي حجازي مع ويست بروميتش، انك تلاقي رمضان صبحي مع ستوك سيتي. ودلوقتي لو في فرقتين بتلعب في نفس الوقت هتلاقي يعني الناس متضاربه. هنشوف مين فريق ليفربول وايضا فريق الارسنال. هنبتدي بالارسنال و ليستر سيتي، واحده من افضل مباريات الدوري الانجليزي ومن افضل المباريات الافتتاحيه. 4-3 لفريق الارسنال، قلب النتيجه مره ثانيه بعد ان تقدم في البدايه عن طريق الكسندر لاكازيت والتمريره السحريه من النني. واحنا ما دام نتكلم على بريمير شيب يبقى معانا على الهاتف الخبير في الدوري الانجليزي دكتور عادل كريم. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتور محمد. بنتكلم على البريميرشيب، بس الاول قبل ما اخد البريميرشيب عايز اعرف كده سريعا 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 وجهه نظرك عن الكلاسيكو. طبعا يعني اكيد مع اللصوص يعني عصر الكلاسيكو النهارده. يبص مره ثانيه زين الدين زيدان بيثبت ان هو عبقري، يعني انا شايف ان زين الدين زيدان بصراحه بيحط يوم بعد يوم بصمته كواحد من اعظم مدربين العالم في الوقت الحالي. نعم. ولو استمر على اللي هو بيعمله ده هيبقى من اعظم مدربين التاريخ، يعني لان انا شايف واحد بيعمل حاجات مش يعني غريبه في الكوره يعني بصراحه، يعني انت عندك فرقه كامله، عندك لعيبه ملتزمه بشكل مش طبيعي، عندك يعني انت بتعكس كريستيانو رونالدو احتياطي وما عندوش مشكله بينزل يجيب جون عالمي، بيطرد كريستيانو بتروح منزل مهاجم وانت بتلعب بره ارضك وكسبان، لا يعني بصراحه اللي بيعمله زين الدين زيدان ده حاجه هتتدرس الفتره اللي جايه دي. بالفعل انا يعني فعلا في الحته ديت معاك ان مشروع زيدان كمدرب يحسب لإدارة ريال مدريد، لأنها لأول مرة تفكر بهذا الشكل وتبتدي تفكر بالشكل اللي عملوه برشلونة مع جراديولا، إن أنا يبقى عندي مشروع مدرب أنا اللي بصنعه وبساعد في صناعته. بالظبط. وبعدين أنت كمان أنت بتتكلم في إن زيدان غير فكر إدارة ريال مدريد، يعني غير فكر فلورنتينو بيريز إن أنت لازم
تجيب الجالاكتيكوس، تجيب الاسامي الكبيره، تجيب النجوم التقال، تعمل كل سنه صفقه تقلب العالم. لا، انا بقالي سنتين ريال مدريد بيجيب لعيبه صغيرين في السن، بيجيب لوكاس فاسكيز، بيجيب اسانسيو، وليك شايف هو عمل من اسانسيو ايه؟ نعم. شايف عمل من فاسكيز ايه؟ عمل منهم واحد زي ايسكو اللي كان خلاص على وشك انه سايب ريال مدريد وماشي، شوف عمل ازاي يعني. زي ما بقول لك كريستيانو بيقعد احتياطي وبينزل، ما عندوش مشاكل، بينزل وبينزل يقلب المباراه لفرقته. لا طبعا يعني بصراحه حاجه تفرح يعني. انا شخصيا ما بشجعش ريال مدريد، بس بصراحه متعاطف جدا مع تجربه زين الدين زيدان. وبقت فرقه بتلعب كره قدم ممتعه وجميله، مش بس انها بتكسب، لا هي ممتعه وهي بتقدم عروضها. طيب كامله يعني. طب من بدايه الموسم انت برشحها كل من دلوقتي بالظبط كده. طيب انا هاخدك بقى للبريمير، الدوري اللي بقى فيه طابع مصري. هاخدك في اللقاء الاول، لقاء مجنون ما بين الارسنال وليستر سيتي. محمد النني بيصنع اسيست في اول مبارياته في الدوري الممتاز هذا الموسم للاكازيت، والارسنال بعد ان يتاخر يعود مره ثانيه ويقلب الطاوله الارسن فينجر ويفوز باربع اهداف مقابل ثلاثه امام ليستر سيتي. تمام. هو يعني طبعا نبتدي مع النني، لان ما شاء الله اسيست في اول مباراه وفي اول دقيقتين كمان في الدوري. نعم. كان كلام كتير على النني قبل بدايه الموسم ان مش هيبقى له فرصه كبيره مع ارسنال السنه دي، لكن هو الحقيقه الحمد لله يعني اثبت في الماتشات الوديه زائد في اول مباراه في الموسم ان هو لا دوره مهم جدا، حتى في مباراه الدرع الخيريه كمان وجوده في الملعب مهم، دوره كويس جدا، الناس كلها بتشيد بيه. حاجة تفرح بصراحة المستوى اللي هو قدمه. بالنسبة لأرسنال عموما هو قادر يقلب النتيجة في المباراة، لكن أعتقد في أسئلة كتير على دفاع أرسنال، هيبقى على أرسنال فينجر التعامل معاها الفترة اللي جاية لو أراد إن هو يستعيد مرة ثانية المنافسة السنة دي على لقب الدوري. ده صورة كده لتغيير تنين ونزول ايرون رمزي اللي احرز الهدف الفوز والهدف الجميل. طيب انا عايز اخدك بقى من لندن، هاخدك لليفربول. محمد صلاح في اول لقاء بيقدم اوراق اعتماده لجمهور ليفربول، بيحصل على ضربه جزاء ثم يسجل هدف، الاكثر فعاليه على المرمى، الاكثر عدوا، الاكثر كل شيء. وحينما يستبدل فريق واتفورد يعني لا يصدق، اعتقد ده ابسط رد يعني. طبعا الحمد لله صلاح عمل مستوى ممتاز جدا، الناس كتير كانت بتتكلم ان صلاح عودته للدوري الانجليزي محفوظه بالمخاطر شويه وان هيبقى فيها مخاطره، لكن هو الحمد لله في الماتشات الوديه كلها ظهر بمستوى كويس جدا. الرسمي مختلف تماما طبعا، وهو بدا بشكل كويس قوي، صحيح اهدر فرص كتير لكن ده طبيعي بالنسبه للعيب بيلعب في المكان ده. سجل هدف بمتابعه ممتازه جدا للكوره، وده الحاجه اللي اتعلمها صلاح في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، هو بيلعب على الكوره لغايه اخر ثانيه. لا وضربه الجزاء الصراحه السرعات الكبيره اللي عنده وحسن التصرف ان هو يلحق يحط رجله الشمال يسند الكوره لنفسه اكبر جامز ان هو يعمل معاه ضربه الجزاء. بالظبط، خلاص مجرد ما لمست الكوره بقت اي لمسه من حارس المرمى ضربه جزاء. نعم، زي ما حصل مع سواريز النهارده. بالظبط كده يعني، بغض النظر شويه عشان بعد سواريز فيها يعني ايه، هي فيها لمسه بس هو يعني. ما هو بص هقول لك حاجه يعني يا دكتور عادل، ما دام حصل تلامس بالزبط. الحكم بيطبق القانون، والقانون ان هو ضربه جزاء. الشك بقى نقعد بقى بعد كده ايه نتكلم فيه، ولكن ما دام حصل تلامس ده هي ضربه جزاء ما بين حارس المرمى والمهاجم. فكره بالظبط، مجرد ما المهاجم لمس الكوره خلاص بقت اي تاتش دي ضربه جزاء على طول. طيب عايز اسالك اسالك برضو يعني، حسينا بشخصيه صلاح، حسينا بقيادته، الناس واثقه فيه، سواء فيرمينيو سواء فينالدوم سواء امريتشان، سواء الكل يبحث عن صلاح، وده كان مفتقده في تشيلسي، ويمكن ليفربول حسسه باحساس العيله فعشان كده هو متالق. بالظبط كده يعني، فاكر كنا اتكلمنا قبل كده في فكره العيله دي، وكان فكره ان صلاح لما راح تشيلسي كان جاي من بازل، كان جاي من نادي برضه يعتبر يعني الصوره اللي موجوده دلوقتي يعني، يا ريت مخرجنا يرجعها تاني، هي بتبين لنا يعني فكره العيله اللي ملتفه حول صلاح. مظبوط زي ما قلت لحضرتك، هو فعلا هو دخل بسرعه في الاجواء دي قبل الموسم في فتره الاعداد، زائد ان هو صلاح جاي نجم يعني، جاي المره دي مختلفه بقى عن دخوله لتشيلسي، لا المره دي انا جاي اغلى صفقه في تاريخ النادي، انا جاي واحد من احسن الوينجرز او لعيبه الجناح في العالم، انا جاي واحد من اسرع لعيبه العالم في المكان ده، وبسرعه جدا دخل في الاجواء الحمد يعني. اعتقد امبارح ليفربول اختاروه نجم المباراه ورجل المباراه، هو مان اوف ذا ماتش. نعم
بالظبط. فانا شايف الحمد لله بدايه كويسه جدا. على فكره ماتش وسط من الماتشات الرخمه دايما، ده ماتش صعب صعب بس برضه في أرضه. مشاكل في الدفاعات الصراحه كبيره، يعني الكل دلوقتي بقى يشجع ليفربول وحاسس بمشاكل الدفاع. طبعا يعني بص، خلينا نتكلم بامانه كده، ليفربول بالتشكيله دي ده مش فريق ينافس، يعني سواء بحراسه المرمى او بالدفاع. صحيح مينيولي بيعمل ماتشات كويسه لكن برضه له اخطاء، صحيح الهدف من تسلل فاضح وفي فاول كمان على مينيولي قبليها، لكن خلينا نتكلم بامانه يعني مش كل كورنر على ليفربول كانه بينالتي، يعني فدي طبعا في مشكله كبيره جدا. يعني لازم كلوب يقدر في حوالي ال 15 يوم اللي فاضيين في الانتقالات دول يتصرف في موضوع الدفاع ده. لو فيرجيل فان دايك مش هيجي اتصرف، يعني هات مدافع تاني تقيل، لان وجود لوفرن وماتيب لوحدهم مش كفايه. يعني ان شاء الله حتى رجع موضوع ساكو اللي انت كنت غضبان عليه ده. هو ممكن بس كمان يغير الطريقه ويبتدي يلعب بثلاثه ويرجع امري تشان او حد من الناس ديت، يعني هو برضه هو لعب هو لعب فتره الموسم اللي فات كده على فكره في النهايه بالظبط، فعشان كده في حلول. طب هاخدك بقى للقاء ويست برومتش البيون وسوانزي واحمد حجازي والتالق واحراز هدف وايضا مان اوف ذا ماتش. فاكر كنا اتكلمنا برضه مره قبل كده وقلت لك ان حجازي مش هياخد وقت، هيخش على طول بالتشكيل لان ويست برومتش محتاجين. نعم هم محتاجين حجازي، ما عندهمش مدافعين كان يمكن غير طالم وغير اوشي، وهم كان عندهم مشكله فعلا في المكان ده. وهو طريقه توني بوليس دايما بتعتمد على اللعب العالي ده، الكور العاليه، اللعب اللي احنا كنا بنسميه لعب انجليزي زمان. ايوه اللونج بول بالظبط. فحجازي دخل بسرعه جدا في الجو مع الفرقه. فكره ان انت في اول مباراه ليك مع الفريق بتسجل هدف بتكسب فرقتك دي، وهدف بطريقه محترمه جدا، يعني انت طالع راكب الكوره وحاططها يعني بين رجلين الجون بدماغك بقوه جدا، وعملت كذا كوره كمان في المباراه. يعني كل الكور تقريبا كل الكور اللي قدمت فيها في المنطقه كان ليك كور. وغير دورك الدفاعي طبعا، انا شايف بدايه محترمه جدا جدا جدا. كنت بكلم حجازي امبارح بالليل يعني بعد المباراه، وبصراحه هو الولد فرحان جدا، وقلت له الناس فرحانه بيك قوي، يعني يعني الناس فعلا مبسوطه باللي انت عملته النهارده، ويعني بس يعني مش ده الاخر، انت كده لسه بتبتدي. يعني دي الـ 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 البدايه. طيب اخدك من حجازي، وين روني بيحرز الهدف 199 له في الدوري الانجليزي، بيقول للناس انا لسه موجود، انا لسه لم اموت، لسه وين روني الصفقه الرابحه، فرقه ايفرتون من الفرق اللي ممكن تساعد روني ان هو يحرز المزيد من الاهداف. طبعا انت بتتكلم، هي بص هي العوده اللي عارف الدريم كام باك، يعني انت راجع لفرقتك القديمه اللي طلعت معاها، واول مباراه بتكسب فرقتك بهدف انت اللي بتجيبه، طبعا حاجه قويه جدا. روني اكيد هو حاطط في دماغه كمان تارجت ان انا لما رجعت ايفرتون انا عايز العب لمنتخب انجلترا في كاس العالم السنه الجايه. فهو عايز يثبت وجوده، عايز يقول لساوث جيت مدرب منتخب انجلترا انا لسه وين روني، انا لسه المهاجم الهداف التاريخي لمنتخب انجلترا. وطبعا تشكيله رونالد كومان السنه دي بالاضافات اللي دخلت على الفريق بساندرو مثلا، بكلاسن دافي كلاسن، باكثر من لعيب ضمهم السنه دي، لا ايفرتون عنده برضه فرصه ان هو يبقى موجود في مكان كويس، رغم ان عنده ثلاث اربع ماتشات اللي جايين صعبين جدا في الدوري. هيلعب مع يونايتد وهيلعب مع سيتي، عنده ماتشات صعبه جدا اللي جايه، لكن اكيد عوده روني دي زي ما قلت لك الهدف اللي هو حاطه قدامه ان انا عايز ابقى افضل المهاجم الاساسي لمنتخب انجلترا، دي برضه هتزود من حلاوه. واكيد هو حابب ان هو يعدي الان شيرر كافضل هداف في تاريخ الدوري الانجليزي، وده لسه هو قادر ان هو يعمل كده. روني لسه قدامه موسمين ثلاثه مستريح يعني طبعا، بس يعني هو شيرر، بس شيرر كان بيجيب جوان يعني عارف هو حسام حسن بتاعهم الصراحه. طيب اخدك الى السيتي، السيتي كان بيلعب برايتون، جراديولا والانتدابات الجديده، نفس الشكل، الاستحواذ، المتعه، وفي الاخير بيحرز هدفين مقابل لا شيء. فكره ان المنقذ بتاعي هو سيرجيو اجويرو برضه، يعني هتلف الدنيا وهترجع برضه، هو المنقذ هو سيرجيو اجويرو. طبعا لو بص هو يعني خلينا نتكلم بالمنطق، مانشستر سيتي هو اكثر فريق مرشح للقب السنه دي، فريق يعتبر اكثر الفرق تكاملا في كل المراكز، هو قادر يجيب حارس مرمى قوي جدا ادرسون من بنفيكا، جدد خط دفاعه بالكامل، هو هيفضل عنده بس مشكله الارتكاز، يعني انا ما عندوش غير فرناندينيو ويا توري، والاثنين يعني ممكن تقول تقدموا السن شويه، فاعتقد ده اللي هيفكر فيه جوارديولا الفتره الجايه. وطبعا هو محظوظ ان عنده ميزانيه مفتوحه، يعني لو هيقول عليه هيتوه هيجيبوه. وعنده طبعا الهجوم بوجود قوة ضربة يعني. بوجود جبريل خيسوس، طبعا يعني عنده قوة ضربة وسامي ولا عنده نجوم كبار الصراحة، يعني فرقة بالظبط متكاملة جدا. هو فاضل له بس يقوي الارتكاز دي، هيبقى ساعتها يعني اعتقد ما حدش هيقدر يقف قصاده. طيب من جراديولا لازم اروح لمورينيو، النهارده مواجهة امام وويست هام وهدفين للوكاكو، برضه بيقدم اوراق اعتماده، فرود سترايكر من العيار الثقيل، والصراحه اربع اهداف مقابل لا شيء، يعني حاجه بوجبا كمان يسجل، بدايه مهمه لمورينيو في ملعب الاوترافورد.
طبعا، وقدام فرقه مش سهله زي ويست هام، عندهم سلافن بيليتش مدرب برضه مش سهل، وفرقه عندها لعيبه كويسه وجابت لعيبه كويسه السنه دي. بدايه كويسه جدا لمانشستر يونايتد، وخاصه كمان يعني الناس كلها بتتكلم عن لوكاكو، لكن النجم الماتش النهارده نيمانيا ماتش، يعني الصفقه اللي اصر عليها مورينيو لانه عارفه كويس قوي وجابه في تشيلسي قبل كده. ماتش لعيب يريحك، يعني عارف اللي هو موجود في الملعب ممكن ما تاخدش بالك منه بس يريحك. جندي مجهول. بالظبط بالظبط، يعني يدي الفرصه لبوجبا انه يتحرك براحته، ويدي الفرصه لمخيتاريان لاندر هيريرا، يخلي اللي قدامه يلعبوا زي ما هم عايزين، وده كان يمكن مفتاح فوز تشيلسي بالدوري مع مورينيو من سنتين او من 3 سنين، كان هو نيمانيا ماتش. بالظبط، فطبعا عشان كده اصر ان هو يجيبه في يونايتد، واعتقد يعني احنا لسه في البدايات، مش عايزين برضو ايه نكبر الموضوع، لكن بالمستوى ده يونايتد هيبقى له دور كبير في المنافسه على الدوري. دكتور عادل قريم بشكرك شكرا جزيلا على هذا طبعا التحليل الرائع للدوري الانجليزي. كده بيبقى اخر اخبارنا معانا النهارده مشاهدينا، حتى القاكم، تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.